قاعدين. دي المباراه الاولى. خلينا نروح للمباراه الثانيه، مباراه بتروجيت والشرقيه في ملعب بتروجيت استاد السويس الجديد، وبرضه مباراه كانت من جانب واحد لصالح بتروجيت اللي قدر يتفوق ويفوز 1-0. ولكن دايما زي ما بنقول نتيجه 1-0 بتبقى نتيجه مقلقه، ولكن كابتن طلعت يوسف بيأدي بشكل رائع جدا. النهارده كابتن منير عقيله هو اللي قاد فريق الشرقيه، كابتن علاء عبد العال هيبدا مع الفريق من بكره ان شاء الله، وهيبدا بقى قياده فريق الشرقيه. النهارده تشكيله بتروجيت في حراسه المرمى علي فرج، محمد دبش وحسام حسن في قلب الدفاع، امير عبيد ناحيه اليمين، جلال العقده ناحيه الشمال. وحصل كده حاجه ان بيكلي اتعور بسرعه، يعني بعد 15 دقيقه محمد رمضان نزل مكان شملس بيكلي. طبعا بتروجيت بالتيشيرت الاحمر ونادي الشرقيه بالتيشيرت الاخضر. في نص الملعب مصطفى شبيطه وحمدي فتحي، قدامهم ثلاثه هشام فتح الله وبيكلي وفيكتور اومو، بس زي ما قلت لكم بيكلي خط محمد رمضان، وائل فراج حارس، وائل فراج في خط هجوم فريق بتروجيت. برضه بعد 29 دقيقه علي فرج حارس المرمى اتعور فريق بتروجيت، ونزل مجاله الحارس الاحتياطي محمد ابو النجا، فبقى بتروجيت بعد 29 دقيقه عامل تغييرين. ده هدف المباراه عن طريق فيكتور اومو. بدا فيكتور اومو يعني مستواه يتطور ويظهر اكتر مع فريق بتروجيت مع الماتشات ومع اللعب. النهارده تشكيله الشرقيه، عمر رضوان في حراسه المرمى. بصوا بس نتفرج على الهدف الاول، بصوا فيكتور وقفها ولف اللفه دي، هي الجول يعني اللفه. بصوا محمد رمضان عملها له حلو قوي، فيكتور استلم وهو بيستلم بيلف اللفه دي، اديته مساحه، اديته رؤيه للمرمى، حطها ركنها في الزاويه الشمال حارس مرمى فريق الشرقيه عمر رضوان، وهدف بتروجيت الاول. خلي بالكم النهارده بتروجيت بيلعب من غير عمرو حسن اللي عنده 3 انذارات، الباك رايت بيلعب من غير اسامه محمد اللي كان على دكه البدلاء. كابتن يعني طلعت يوسف شايف ان في ضغط ماتشات، فبيحاول يعمل روتيشن او تدوير للعيبه، ونجح فيه النهارده كابتن طلعت يوسف، ان برضه نفس السيستم اللي بيلعب بيه بالظبط فريق بتروجيت في كل الماتشات استغله النهارده فريق بتروجيت وقدر يكسب الشرقيه. خلي بالكم حارس الشرقيه عمر رضوان ده مواليد 97 وبيلعب في النادي الاهلي، وراح النادي الاهلي اعاره، راح نادي الشرقيه اعاره الفتره الحاليه. عمر رضوان ده محمد ابو النجا اللي هو حارس مرمى فريق بتروجيت. فريق الشرقيه زي ما قلت لكم عمر رضوان في حراسه المرمى، احمد صالح وفاروقه في قلب الدفاع، احمد عادل ناحيه اليمين، محمد سمير ناحيه الشمال. في نص الملعب حسام حسن ويحيى توري وسمير فوزي، وقدامهم الثلاثي هجومي محمد ميدو عبد الرحمن حسان وكينس المهاجم الافريقي في نادي الشرقيه. بتروجيت عمل تغييرين في اول 29 دقيقه، ده فاول كده محمد رمضان حطها جنب العارضه على طول، كانت ممكن تكون هدف لفريق بتروجيت. محمد رمضان مميز جدا في الكور الثابته، الحاجات اللي حوالين ال 18 بيعملها بشكل كويس جدا. الشوط الاول انتهى 1-0 لصالح بتروجيت، السيطره والاستحواذ برضو لبتروجيت. شرقيه ها يعني بيلعب كوره، ولكن الكوره الهجوميه بتاعته ضعيفه، ما بيوصلش لمرمى بتروجيت، ما شفناش فرص لفريق الشرقيه في الشوط الاول. الشوط الثاني بدا واستمر برضو فريق بتروجيت في الضغط الهجومي، دي واحده 1-2 كده مع فيكتور اومو، ولكن طلع عمر رضوان حارس مرمى الشرقيه قبل فيكتور اومو وقدر يمسك الكوره. زي ما قلت لكم كابتن علاء عبد العال هيبدا يشتغل مع الشرقيه من بكره ان شاء الله، يستعد للمباراه القادمه. طبعا خروج شملس بيكلي النهارده للاصابه اثر كمان هجوميا على فريق بتروجيت، ان خرج في اول 15 دقيقه. وائل فراج كمان حظه وحش قوي يعني، والفتره الحاليه يعني مش هو وائل فراج بتاعت السنين اللي فاتت. انا وائل فراج بالنسبه لي كان السنه اللي قبل اللي فاتت مع المقصه كان هايل جدا، لكن السنه اللي فاتت مع امبي ما كانش بيلعب، والسنه دي مع بتروجيت لسه ما اظهرش مستوى كويس. دي واحده من وائل فراج بوش رجله كده، لكن معاه عمر رضوان. عمر رضوان شكله حارس كويس، حارس فريق الشرقيه زي ما قلت لكم، ولد صغير عنده 19 سنه ورايح اعاره من نادي الاهلي لنادي الشرقيه، مواليد 97، يعني خامه كويسه جدا عمر رضوان.
نتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. نتفرج على بعض الحاجات البسيطه لفريق بتروجيدي، واحده لنادي الشرقيه بس ما لبستش في وش رجل يحيى توريه لاعب الوسط، اشترك معاه ديفنس البتروجيت، عمل تغييرين كابتن منير عقيله في الدقيقه 62 في الشوط الثاني، طلع مع عبد الرحمن حسان ويحيى توريه ونزل مكانهم خالد شيكا، محمود خالد شيكا وعصام عادل عشان يزود شويه الناحيه الهجوميه. كابتن منير عقيله، محمود خالد شيكا من اللعيبه الحريفه اللي بتروح للجول وبيشتغل كبلاي ميكر كويس في نص الملعب وعنده الحته الهجوميه كويسه. ده خطا كده من الديفنس وفيكتور اومو يا دوبك حطها لكن عليت شويه فوق العارضه. في اخطاء طبعا كتير في قلب دفاع فريق الشرقيه، فريق الشرقيه عايز تظبيط، يعني عايز كابتن علاء عبد العالي يبدا يشتغل معاه بقى الفتره اللي جايه. بس المشكله ان حظ المدربين في نادي الشرقيه ان الوقت قليل جدا، يعني الفتره اللي جايه في يعني ماتشات مضغوطه، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، فالمدربين ما بتلحقش تشتغل مع نادي الشرقيه او يحاولوا يصلحوا الاخطاء. النهارده كينيس كان بيلعب لوحده في خط هجوم فريق الشرقيه، مفيش زياده عدديه من نص الملعب يساعده كينيس ان هو يقدر يبقى في اكتر من 3 أو 4 بيهاجموا لفريق الشرقيه. انتوا عارفين طبعا يعني كابتن طلعت يوسف دايما من الفرق المدربين اللي بيقفل كويس قوي. دي واحده لوائل فراج، بصوا جت في العارضه عملها حلو وائل فراج، كره عرضيه من ناحيه الشمال، حط وش رجله على طول في المرمى ولف وسطه، لكن حظه وحش بقى، كره جت في العارضه. بصوا عملها حلو قوي وائل بشماله، لطشها كده بلغه كره القدم، خبطت في العارضه وردت في ايد عمر رضوان. كان هيبقى هدف حلو قوي ان هو يعني مش معدول ولف وسطه كده ولف رجله وعملها من لمسه واحده. محمد رمضان جه حاول يعملها برده من على طول كده مره واحده بوش رجله، لكن عمر رضوان حارس مرمى الشرقيه مع الكوره يعني. بعدين تغيير الفريق الشرقيه، نزل تغيير الثالث محمود رامبو مكان محمد ميدو، وفي الدقيقه 79 نزل ناصر ماهر مكان فيكتور اومو. فيكتور اومو عمل شغل جامد واتحرك كتير، فكابتن طلعت يوسف قال لك برده انزل ناصر ماهر من اللعيبه الحريفه اللي يقدر يمسك كره تحت رجليه ويستهلك اللعب وبرده يبقى فايق ويقدر ينزل يدافع مع لعيبه بتروجيت في نص الملعب. ناصر ماهر برضو نفس القصة، زميل عمر رضوان اللي هو حارس الشرقية برضو كان بيلعب في الأهلي، مواليد 97 ورايح بتروجيت، اللي شاط الكرة ده ناصر ماهر رايح برضو بتروجيت إعارة، مواليد 97 من النادي الأهلي. حاجة كويسة برضو في النادي الأهلي إن هم اللعيبة الصغيرة بيودوها إعارات تلعب دوري ممتاز عشان تاخد خبرات وتتأهل وتبقى جاهزة وتخش فورمة ماتشات وتبقى بعد كده مفيدة للنادي الأهلي، ممكن النادي الأهلي يستفيد منهم، زي مثلا ما حصل مع كريم نيدفيد السنة اللي فاتت واللي قبليها لما راح حرس الحدود وراح وادي دجلة. لكن برضو رغم التغييرات ورغم كل حاجة فريق بتروجيت كان هو الأخطر وهو اللي بيوصل أكتر وهو اللي بيضيع فرص. الشرقية الأداء الهجومي بتاعه ضعيف جدا. انتهت المباراة 1-0 لصالح بتروجيت، وفاز فريق بتروجيت بثلاث نقاط غالية جدا ورفع رصيده ل 22 نقطة في المركز الثالث بعد الاهلي وبعد المقصه، ونقدر نقول مركز رائع 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 لبتروجيت في الفتره الحاليه. استمر فريق الشرقيه في المركز قبل الاخير برصيد 4 نقاط. دي المباراه الثانيه النهارده، شفنا طبعا الاتحاد السكندري وهو بيفوز على النصر التعدين 1-0، المباراه الثانيه بتروجيت وفوز على الشرقيه 1-0.